في 12 من أكتوبر تشرين الأول من عام 1973 دخلت الحرب يومها السابع. لم تهدأ النيران ولم يتوقف القصف أرضاً أو جواً أو بحراً. تزداد حدة المعارك وقوتها. قواتنا الجوية تقوم بالهجوم على مراكز قيادة العدو في أم مرجم، وتواصل قصف منطقة السدر بمنشآتها العسكرية، فيما اندلعت معارك بحرية في البحر الأحمر. أما في القطاع الأوسط بسيناء فقد احتدمت معركة عنيفة بالدبابات، كان السبق فيها للدبابات المصرية. وبعيدا عن سيناء أغار العدو عدة غارات خاطفة على بورسعيد، ومع ذلك سقط من جيش العدو 100 ضحية بين قتيل وجريح، وتكبد خسائر في المعدات ما بين 23 دبابة و19 عربة مدرعة وثلاثة لنشات صواريخ و15 طائرة. وبعيدا عن الجبهة وتضامنا مع مصر، شكل وزراء الخارجية العرب في نيويورك حملة دبلوماسية عربية في الأمم المتحدة، فيما أرسلت الصين 10 ملايين دولار و100 ألف طن قمح إلى مصر. أما أمريكا فقد استمرت في دعم إسرائيل بشحن الذخائر والصواريخ إلى تل أبيب لنجدتها من الخسائر المتتالية، في الوقت الذي أجرى فيه وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر اتصالات مع وزيري خارجية مصر وإسرائيل في محاولة لوضع بادرة للتهدئة. ركزت وسائل الأخبار العالمية على معارك الدبابات ونتائجها ودلالتها، كما سلطت وكالة الأنباء الضوء على الخسائر الإسرائيلية، فظهر حطام الدبابات المتراكمة التي تحمل علم إسرائيل والأشلاء المتناثرة للجنود الإسرائيليين. تتضح الصورة أكثر مع ما نقلته الصحف المصرية من مشاهد فرار واستسلام كثير من أطقم الدبابات الإسرائيلية من الذين تملكهم الخوف في مواجهة هجمات القوات المصرية الشرسة. صحيفة الأهرام مع صبيحة ذلك اليوم أيضاً نشرت مجموعة من الصور المتنوعة للجنود المصريين من داخل خط بارليف بعد أن فرضوا سيطرتهم الكاملة عليه. كما نشرت الصحف المصرية بيان دول عدم الانحياز الذي اعتبر الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية الفوري والتام شرطاً لأي حل، كما استنكر استهداف إسرائيل للمدنيين داخل الأراضي السورية. وكتفاً بكتف وصل الأهالي من كل الفئات دعمهم غير المحدود لرجال الجيش المصري وفي مقدمتهم الأطباء. فقد نقلت الصحف مشاركة نحو 20 ألفاً من طلاب كلية الطب في علاج جرح المعارك ومصابيها من القوات المصرية على الجبهة، وتطوع عشرات الآلاف من الشباب لتقديم الخدمات الميدانية لجنود الجيش المصري الذين استمروا محافظين على بسالتهم وروحهم القتالية العالية.